بعد المواعيد الكثيرة والكبيرة التي أطلقت من قبل الاتحاد المركزي لكرة القدم العراقي والمعاناة الكبيرة التي تعرض لها الجمهور العراقي من أجل الحصول على تذاكر بطولة خليجي 25، انطلقت اليوم عملية البيع المباشر في المنافذ التي حددت من قبل الشركة المنظمة لبيع التذاكر وأيضا الاتحاد العراقي لكرة القدم، لكن للأسف الشديد هناك يعني إقبال كبير جدا على المنافذ وهناك زحامات كبيرة، أيضا الأسعار ارتفعت إلى حد كبير يعني تجاوزت الضعفين عن السعر الرسمي الذي أعلن من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، يعني حددت 10 منافذ لبيع التذاكر بعد مواعيد كثيرة أطلقت من قبل الشركة المنظمة، لغاية الآن الجمهور العراقي لم يعرف. طيب إيهاب، 10 منافذ لبيع البطاقات الخاصة للمشجعين، أي المنافذ يعني أكثر إقبالا من المشجعين للحصول على هذه البطاقات؟ نعم، هي تقريبا علي توزعت المنافذ البيع المباشر على شركات السياحة والسفر، نحن الآن يعني بالقرب من إحدى المنافذ يعني شركة البارون للسفر والسياحة. طيب، هناك إقبال وزحامات شديدة يعني المشجعون منذ الساعة 5 صباحا ولغاية الآن ربما القسم القليل حصل على بيع التذاكر، لكن المشكلة هنا أيضا الأسعار علي ارتفعت إلى الضعفين عن السعر الرسمي، يعني إذا أخذنا أحد المشجعين ليطلعنا طيب ذلك أسعار وكيفية شراء البطاقات، يعني شلون عملية الشراء والأسعار حاليا سعر البطاقة من 10 دولار صارت ب 40,000 دينار، يعني البطاقة من 10 دولار شركات السفر والسياحة استغلت هاي الفرصة قامت تبيع من 10 دولار بسعر يعني بثلاث أضعاف، يعني من 10 دولار صارت ب 40 أو 50,000، على اي اساس يشتغلون الوضع هسه رغم هذا السعر ورغم مضاعفه السعر تقدرون هسه انتم بسهوله حاليا المواطن قاعد يشتري لا ماكو هسه يعني سعر يعني قاعد يدفع المواطن بس ماكو من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 12 حاليا ماكو اي بطايق يعني شيع قلبك زين هم قالوا بالملعب ب 15,000 زين وكضينا هناك صار لنا 3 ايام هناك كاضين اخي شي فروا هنا وهناك يبيعون 45 وهنا 25 و50 اسعار خياليه زين انتم شنو ذنبكم الاتحاد العراقي اعلن عن الاسعار الرسميه لبيع التذاكر وحددها بفئات من اجيت هنا تفاجئتوا وين التطبيق ماكو كابتن هسه هاي هنا تعالي شوف صايره كتله يعني هسه ماكو اي احد يراقب عمليه البيع ماكو لا الاتحاد ولا هاي ولا يقول لك واحد من الاتحاد هنا ولا هاي كل من له امس طلع محمد ناصر عضو الاتحاد مو قال ما احنا نراقب السوق السوداء وين الشركه اللي تعاقدوا وياها مال السيارات اللي تبيع التذاكر شو السيارات مطبوقه بالجراج مال الملعب وهنا ابو الشركه يبيع على راحته وين المراقبه شنو ما عندنا مكانات بالبصره خليها هنا هي صايره جراج المدينه الرياضيه تقدر تخلي بيو سيارات موجود تجي هسه الفئه من 15 تشتريها ب 40 وب 50 حصلوها يعني ممكن ماكو هسه انا واقف من السبعه هنا ولحد الان واسمي ب 300 شركه يقول لك بكيف هذا ابو الشركه ذاك سفاره البصره كتب البطايق خلصا زين الاتحاد العراقي غير يخلي له واحد الاتحاد العراقي غير يخلي له واحد يشرف حكومه مثلا شيء شغب تيجي ترتب الموضوع صح لو لا زين هي جاي يبيعونك جاي يبيعون السوق سوداء هاي والله عمليه البيع شلون جايتم يعني وين جاي تبيع